السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة ديالي جورنالينغ تيوب على اليوتيوب. اليوم هو النهار الاول ديال سبتمبر، وبالنسبة لبزاف ديال الناس بداية ديال العام الجديد، واخا انا كنعتبر سبتمبر بالنسبة لنا هو بداية ديال العام الجديد، حيت كلشي كيرجع لبلاصتو بعد واحد مدة قضاها في باكاسي في باكاسيونيس ولا في هذا، كيرجع اللي كيرجع الشغل ديالو كيرجع، واللي كيرجع المدرسة يقرا كيرجع. اليوم في بلجيكا هنايا 1 سبتمبر هو بحال تقريبا بحال شي عام جديد، على ديك الشيء انا كنعتبر دائما 1 سبتمبر هو العام الجديد. كتما اليوم في النص نهار خديت هاد الفراري ديالي كنت نباركي هنايا، فراري اخر موديل 2022 وفي اتجاه CVO سخول. هذه هي CVO سخول ديال مدينة ألست. CVO سخول هي مدرسة ديال التعليم الكبار، يعني فولواسنن أندروايس، هي مختصة كتعلم ديال اللغة، كتعلم الناس كبار اللي ما قراوش في مدارس بلجيكية هنايا، وكتقدم حتى دبلوم تعليم الثانوي وجميع يعني الدرجات، كاين الدرجات ديال القراية. اليوم كنبداو نهار الاول ديال الدراسه في هذه المدرسه هذه. بالنسبه لي انا كنقرا 2.2، يعني درجه 2.2، على حسب كاين 1.2 و 2.1، ودابا 2.2 يعني 4 الدرجات اللي قريت هنايا، يعني كتسمى بالنسبه ل بصفة عامة كتسمى انا في المستوى بي، المستوى اقريتو، ودابا انتقل المستوى بي، هذا اول قسم او اول حصة ديالي في المستوى بي. من بعد ما خلصت الحصه الاولى في الدراسه في العشيه مع 7 العشيه، مشيت لبابلونيا. هنايا بابلونيا هو واحد ملتقى ديال الناس اللي كيهضروا بالهولنديه والناس اللي ما كيهضروش بالهولنديه، باش يكون تواصل باللغه الهولنديه، يعني الواحد كيعمل اوفينينغ يعني براكتيكا بالهولنديه مع هاد الناس هادوم، كيعدوا اكتيفيتيت وكيعدوا بزاف الحاجات. هاد كاينه في ألست، يعني بابلونيا كاينه في ألست وجيران جيرارد سبيرغن في ويدرن وفي اربيمارا وفي بيفرن وفي ليدي وفي نينوفا، يعني بزاف ديال المدن. كذلك كاينه في دندرليو في دندرموند وفي سانت نيكلاس وفي تمسا، وكنبقاو نهضروا تما طبيعه الحال باللغه الهولنديه، على يعني هو لقاء مفتوح، كنتعودوا على بزاف الحاجات، على اي حاجه بغيتي تهضر فيها المهم هي تطلق لسانك
اللغة الهولندية، وهذا هو الهدف ديال بابيلوني. مساء الخير.